السلام عليكم. توفى العالم الجليل محمد علي الصابوني، هو سوري، شيخ الأزهر، نعى هذا الشيخ الجليل. هذا الشيخ هو من مواليد 1 يناير 1930 في مدينة حلب. الوفاة كانت 19 مارس 2021، عن عمر يناهز 91 عاما، في مدينة يافا. المواطنة بتاعته سوريا، الديانة بتاعته الإسلام، هو المدرسة الأم بتاعته كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، الشهادة ليسانس عام 52. اتعلم في مصر وفي سوريا. المهنة بتاعته عالم ومفسر وأستاذ جامعي ومفتي. مجال العمل بتاعه كان علم التفسير. موظف في جامعة أم القرى وفي المسجد الحرام. أعماله البارزة كان صفوة التفسير وروائع البيان. المذهب بتاعه أشعري، أو التيار بتاعه أشعري. مولده ولد الصابوني في مدينة حلب السورية، وتلقى تعليم مبكر على ايد الشيخ جمال الصابوني، احد كبار علماء مدينة حلب، وحفظ القرآن، وهو رجل من النوابغ في العلم. اتعلم في المدرسة الابتدائية والثانوية في حلب، وبعد كده سافر الى الازهر الشريف في بعثة بعثته وزارة الأوقاف السورية إلى الأزهر الشريف بالقاهرة على نفقتها للدراسة، وحصل على شهادة كلية الشريعة عام 52. وبعدين أتم دراسة التخصص بتاعته وحصل على الشهادة العلمية في القضاء الشرعي عام 94. هو توفى يوم الجمعة 19 مارس الموافق 6 شعبان 1442 هجريا في مدينة يافا التركية، عن عمر يناهز 91 عاما. الأزهر الشريف نعى هذا الشيخ الجليل. احنا برضو بندعي له ربنا يرحمه ويغفر له. عالم من علماء المسلمين اللي أفادوا العلم وأفادوا الإسلام وأفادوا الأمة. ربنا يغفر له ويرحمه ويرحمنا ويرحم جميع موتى المسلمين. شكرا.